سيدنا الحلوين طلبة مدرستنا جريد 2 مدرسة المنتزه الخاصة ستيب اهيد، هناخد مع بعض يونت 10. حبايبي احنا النهاردة هناخد مع بعض يونت 10. يونت 10 بتتكلم عن اسلوب الامر، ان انا ببدأ بطلب منك شيء معين، ابدأ بفيرب بفعل. طبعا الفيرب ده بيبقى في الانفينيتيف يعني في المصدر، يعني من غير اي اضافات. عنوان اليونت بتاعتنا open the door please، افتح الباب من فضلك. اول حاجة عندنا في اليونت بنقول answer the questions please. واقف عندنا هو المدرس قدامنا وبيقول جاوب على الأسئلة من فضلك. يبقى هنا هو بدأ الجملة بتاعته بverb فعل في الانفينيتيف يعني من غير أي إضافات. answer يعني جاوب. الصورة اللي تحتها بالظبط number 2 open the window please، افتح الشباك من فضلك. هو بيطلب من التلميذ اللي قدامه بيفتح انه يفتح الشباك. open open يعني افتح. الصورة number 3 close the door please، close اقفل، the door الباب، please من فضلك. نفس الموضوع، هو هنا بدأ اسلوب الامر بتاعه او طلب الشيء بverb في الانفينيتيف يعني في المصدر من غير اضافات. close يعني اقفل، open افتح، answer جاوب. هناخد مع بعض دلوقتي سؤالنا complete with please open look at read rub answer، يعني اكمل بالكلمات اللي موجودة عندنا بين قوسين. please يعني من فضلك، open افتح، look at انظر الى، read اقرأ، رب امسح او امحي، answer جاوب. number 1 نقط the door please، يبقى هناخد open، open the door please يعني افتح الباب من فضلك. number 2 نقط the lesson page 20، يبقى هناخد read the lesson اقرأ الدرس صفحة 20. number 3 نقط the blackboard please، أولى السبورة. هنعمل ايه للسبورة؟ طبعا هنمسحها، هيبقى rub the blackboard please أولى. number 4 نقط the question رضا، يبقى answer جاوب على السؤال يا رضا، answer the question. number 5 watch the tiger and not the lion، يبقى هيبقى and look at يعني انظر الى الاسد. number 6 close the window please، close the window please. زي ما علمتكم ان اسلوب الامر بيبدا بverb في الانفينيتيف يعني في المصدر يعني من غير اضافات. هو عباره عن اسلوب بيبدا بطلب شيء، بطلب فعل شيء معين. سؤالنا مع بعض دلوقتي match، match يعني وصل. هنقرأ مع بعض الجمل الموجودة ونوصلها بالصورة بتاعتها. عندنا أول جملة A rub the blackboard please، امسح السبورة من فضلك. طبعا هتبقى الصورة number 6، الصورة number 6 بيقول له امسح السبورة من فضلك. B open the window please، open افتح الشباك من فضلك، هيبقى picture number 4 الصورة رقم 4. شايفين دلوقتي هو بيقول له افتح الشباك من فضلك. C close the door please، close اقفل، the door الباب من فضلك. طبعا picture number 2 الصورة رقم 2 بيقول له اقفل الباب من فضلك. D answer the questions، جاوب على الأسئلة،
هتبقى picture number 7، الصورة اللي تحت خالص اهو. هو عامل لهم exercise على البورد، بيقول لهم جاوبوا على الأسئلة. E watch the lion، شاهد الأسد، picture number 1 عند صورة الأسد. F look at the zebras، شاهد، أنا أسفة، look at، انظر إلى الحيوانات الوحشية، هتبقى picture number 3. G color the bus، color the bus، لون الأوتوبيس، picture number 5، صورة الأوتوبيس، هو بيطلب مننا إن احنا نلونه. H eat an ice cream، eat an ice cream يعني كل الايس كريم، هتبقى الصورة رقم 8، picture number 8. وكده نبقى خلصنا واتدربنا مع بعض على اسلوب الامر، وخدنا مجموعة اسئلة بتعرفني ازاي استعمل او استخدم اسلوب الامر. و goodbye، thank you.